واحدة من الأشياء الصعبة اللي نواجهها عندنا في الكلينيك لما يجينا ضرس يكون very compromised وإحنا محتاجين نحدد restorability أو التريتمنت أوبشن اللي ممكن نقدمه حق المريض وشنو البست تريتمنت حق هذا الضرس أو حق هذا المريض. من يكون عندنا ضرس ومحتاجين نقيم restorability محتاجين إن إحنا نشوف الموضوع هذا من عدة جوانب وبعدين نسوي الاكزامينيشن مالتنا والانفستيجيشن وبعدين نحدد الريستورابيليتي. الموضوع مو سهل لكن انا بعطيكم بعض الارتكل اللي مرت علي او قريتها في هذا الموضوع. فلما نبي نحدد restorability محتاجين ان نشوف التوث من multiple يعني view. فاول شيء محتاجين نشوف الضرس من restorative view, بعدين محتاجين نشوف من endodontic view والperio, وبعدين اخر شيء البروس. ابي احط لكم مخطط انا مسويه عن هذا الموضوع يتكلم عن هذه النقاط الاربعة وبعدين بتكلم بتفصيل عنهم وبعدين نبتدي نطبق هذا الكلام على التو كيسز اللي حطيتهم. نبتدي نقيم الضرس من الريستوراتيف فيو, نبتدي نسوي اكسكافيشن حق اول كيرز بعدين نشيل اول اندرمايند انامل والويك انامل كله, بعدين نبتدي نطالع كميه التوث ستراكشر اللي باقيه بعد هذه. فنبتدي نقيم التوث ستراكشر الباقيه هل هي كافيه ان هي توفر ريتنشن كافي حق الريستوريشن مالتنا ولا لا. وايضا إذا كان الضرس هذا راح يحتاج كراون, إذا كان مثلاً compromised أو root canal treated, هل راح نقدر نحصل good furor effect ولا لا؟ فلما يكون عندنا ضرس بالشكل هذا بعد إزالة كل التسوس هذا الضرس راح يتم علاج العصب حقه, نبتدي نقيم tooth structure هل هي كافية ولا لا. طبعاً إحنا محتاجين عشان نثبت الكور build up اللي راح نسوي محتاجين نحط بوست وبعدين نسوي بيلد اب حق التوث بي كومبوزيت او اي يعني ريستوريشن مناسبه. هل راح يصير في عندنا فيرر افكت ولا لا بعدين, وشنو تعريف الفيرر افكت؟ يعني لو حطينا مثلا هذا البوست او كاست بوست او اي يعني بوست وبعدين بنينا الكور محتاجين ان الكراون مالنا تكون المارجن اون توث ستراكشر وليست اون restoration. فالصورة هذه هي الوضع المثالي, يكون عندنا post وبعدين core material وبعدين يكون عندنا ال crown preparation المارجن على tooth structure, هذا اللون الوردي هو tooth structure, وهذا ال furor effect إنه يكون عندنا يعني circumferential margin of our preparation on tooth structure. والfuror effect كل ما زاد كل ما كان الريتنشن والريزيستنت تو فراكتشر اعلى. وشغله مهمه وايد ينسونها ان الفيرر افكت انه يكون عندنا مثل ما قلنا مينيمم 1 تو 2 ملم من التوث ستراكشر اول اراوند, والفيرر افكت تكون بشكل فيرتيكال وايضا تكون بشكل هوريزونتال, يعني نكون تحت الريستوريشن ب 1 تو 2 ملم وايضا الوولز هذه اللي موفرت لنا الفيرر افكت تكون thick enough يعني minimum 1 to 2 mm thick منها عشان تقلل من فرص حدوث التوث فراكتشر. وبعد ذلك نشوف الضرس هذا من endodontic view. نبتدي اول شيء نحدد الـ difficulty assessment, نبتدي نشوف التوث فراكتشر هذا هل التريتمنت حقه راح يكون ايزي ولا مودريت ولا ديفيكلت. واحسن يعني شيء نرجع له ريفرنس هو الاي اي ديفيكولتي اسسمنت, في جدول يبين لنا الديفيكولتي. طبعا في عده كرايتيريا منها الابيليتي تو ايزوليت, هل في مشاكل مع الانستيزيا من قبل ولا لا, هل في اي ايرورز فيها من قبل ولا لا, يعني احد سوى رج لج بيرفوريشن, هل هي ريتريتمنت ولا برايمري تريتمنت, هل في اي كالسيفيكيشن.
هذه كلها تساعدنا على تقييم الديفيكولتي. بعدين ايضا نشوف الراديوغراف هل في اي يعني ليجن اول اراوند الروت ولا لا، لان اذا كان في ليجن راح تقلل السكسس ريت ب يعني مقدار سيجنيفيكنت تقريبا 10% حسب يعني بعض الدراسات. فهذه كلها تساعدنا وتعطينا هنت في تحديد الاندو تريتمنت. والشيء الثالث نشوف البيريوستاتس مال هذا الضرس، نبتدي نشوف هل او نشوف البوكيت ديبث، الكلينيكال اتاتشمنت لوس، الريسيشن، البون سبورت، موبيليتي، اي جريد، فوركيشن انفولفمنت. هذه كلها اشياء تساعدنا على توقع. فمثلا وجود دي بوكيت، كلينيكال اتاتشمنت لوس، لوس في البون، موبيليتي، هذه كلها اشياء تقلل البروجنوزز وتخلينا نفكر بالاكستراكشن اكثر من ان احنا سيف التوث. لكن لو كان البون سبورت والجنجيفا اتاتشمنت كلها زينه، هذه كلها تخلينا نفكر ان احنا نحافظ على الضغط. بعد ما ناخذ المعلومات هذه من الثلاث يعني وجهات نظر، البيريو والاندو والريستوراتيف، يبتدي عاد النظره الشامله عند البروس. نبتدي نشوف هل الضرس هذا استراتيجيك ولا لا، هل الضرس هذا والاوتكم والبروجنوزز هل يستحق البروسيجر اللي راح نسويه. يعني في بعض الاحيان محتاجين احنا عشان نحافظ على الضرس ان احنا نبتدي نسوي روت كنال، كراون لينثنينج، بوست اند كور كراون، بينما يعني بعدة البروسيجر هذه كلها، بينما البروجنوزز يكون يعني not very good on long run. ففي مثل هالحالات نفضل احنا نسوي اكستراكشن وامبلانت يعني بنظرة عامة. بعدين نشوف التريتمنت، يعني مثلا اذا راح اسوي في الاريا هذه تو امبلانت وعندنا كومبرومايز توث، شنو الافضل؟ اني انا اشيل الكومبرومايز هذا واسوي تو امبلانت بينهم اف دي بي. خلنا نطبق الكلام اللي قلته على بعض الكيسات. هذه مريضة كان عندها الابر 8، طبعا ال6 كان مسوي لها اكستراكشن وهي صغيرة، فال7 خذ البوزيشن مال ال6، فهذا هو ال8. الابر 8 كان في كومبوزيت ريستوريشن وكان في تحت ريكارنت كيرز. بعد ما سويت الكيرز اكسكافيشن، انزين هذا شكل الضرس بعد ما سويت الاكسكافيشن، هذه من البكل. عندنا البكل وول معظمه كان في كلاس 5 دي كي، فسويت الاكسكافيشن. فبعدين بديت اسوي القواعد اللي قلت عليها. عندنا upper 8، طبعا هذا التو ستراكشر از فيري ويك اولموست اندرمايند، يعني ف يعني هذا الطبقه كلها اندرمايند. وبعدين عندنا هذا upper 8، الايزوليشن از ديفيكلت، الكنال اناتومي، والكنال اناتومي وي كانوت بريدكت يعني اكزاكتلي بحكم انه هو upper 8 وفي وايد فاريشن بالupper 8. لذلك I decide ان اسوي له extraction، لان يعني عندي الـ upper 6 هذا مسوي لي occlusion مع lower 7، فما اخاف انه يصير في super eruption في lower 7، فسويت extraction. هذه كيس ثانية، كان عندي مريضة مسوية root canal حق الـ 4-5 والـ 4-6 وحابة تسوي لهم crown، فحكم ان في big restorations واحدة من الطرق ان احنا نقيم restorability ان احنا نسوي initial crown preparation حق التوث وبعدين نبتدي نقيم restorability، وهذا اللي سوي. وبعد ما نسوي initial crown preparation نبتدي نشوف thickness of the wall، نبتدي نشوف retention حق core material هل هي ثابتة ولا لا، فنبتدي نحدد اشياء وايد، نحدد إذا الضرس كان رستربل ولا لا بناء على القواعد اللي قلت عليها. بالإضافة نشوف هل الضرس هذا الكور ثابتة ولا محتاجين نحط احنا بوست، انزين. وأيضا نشوف قدرنا نحصل فيلر افكت، يعني ننزل تحت الرستريشن بالتو مليمتر أو ون مليمتر ونخلي المارجن مالت الكراون على توث ستركتشر. وبعدين نشوف هل احنا نحتاج نسوي كراون لينثنينج ولا لا. متى نحتاج نسوي كراون لينثنينج؟ اذا كان عندنا شورت بريبريشن، عشان الكراون بالمستقبل يكون روتنتيف محتاجين احنا مينيمم 3 ملم حق البري مولر والانتيرير هايت يعني ارتفاع، ومحتاجين 4 ملم مينيمم حق
فاحنا محتاجين مينيمم 4 مليمتر هايت بالنسبه حق المولر عشان يكون الكراون عنده جود ريتينشن في المستقبل. فبعض الاحيان نسوي الكراون بريبريشن ونسوي الكلوزال كليرنس يكون الضرس شورت, يعني يعني يكون المريض بالاساس عنده شورت تيث او عنده سوبر ايربشن بالابوزنج. ففي هذه الحاله محتاجين ان احنا نسوي كراون لينثنج عشان نحصل مور هايت من خلال ان احنا نقص الجنجبا ونشيل البون. وايضا نحتاج نسوي كراون لينثنج اذا محتاجين ننزل البريبريشن عشان نحصل بيرفكت, ونخلي 2 مليمتر بتوين المارجن مالتنا وبتوين البون عشان لا يصير في عندنا انفيجن حق البيولوجيكال ويد. نفس المريضه كان عندها في الابر عندي 26 وال 25 كان فيهم روت كانال تريتمنت وفي عندهم بيج ريستوريشن وديفكتيف ومباين عندنا هني ريكارنت كيرز. فعشان اقيم الريستورابيليتي انا شلت الاولد ريستوريشن, طبعا يعني لو كانوا ريستورابل راح اسوي ريتريتمنت. فبعدين بديت اقيم الضرسين هذيلي بناء على القواعد اللي قلنا عليها ريستوراتيف اندو بيريو بروس. فلقيت ان انا احتاج اسوي ريتريتمنت, لقيت ان بعد ما شلت كل الكيرز لقيت ان الوالز فيري ثين وما راح اقدر احصل فير افكت حتى مع الكراون لينثنج. لذلك قررت اني اسوي اكستراكشن واسوي امبلانت مكانهم. هذه شكل التو ستراكشر تقريبا بعد ما شلت معظم الكيرز, فيري ثين وول وشورت وويك وايد. فقررت اني اسوي الاكستراكشن وبعدين ابي او سويت لها التو امبلانت. اخر شيء ابي اقوله انه مو دائما اذا كان عندنا كومبرومايز توث نسوي اكستراكشن وامبلانت بحكم ان السكسس ريت مالت الامبلانت عاليه والبروجنوزز اعلى على اللونج ران. يعني ليش؟ لان الامبلانت صحيح ان السكسس ريت عالي لكن في فيلير بعدين يعتبر سيرجري. ليش ان احنا نسوي اوفر تريتمنت بينما احنا وي كان سيف ذا توث بدون السيرجري هذه؟ بعدين في شغلة مهمة ان الكومبليكيشن اللي تصير مع الامبلانت يعني بري امبلانتايتس بعدين المانتنس مالت الامبلانت اصعب من لو عندنا ضرس سوينا له روت كانال وكراون. شنو راح يحتاج مانتنس؟ محتاجين بس فلوسنج وبراشنج وبس. في شغلة وايد مهمة موجودة في الناتشرال توث مو موجودة في الامبلانت اللي هو الميكانو ريسبتورز والفيدباك ميكانيزم, هذه مو موجودة في الامبلانت. لكن ايضا مو معناته ان نبتدي نحافظ على كل ضرس حتى لو كان نرستربل يعني عشان هالاشياء هذه. احنا نبتدي نوازن ونرجح هذا شنو اكثر, هل الريسك ولا البنفيت اكثر في حاله السيفينج ذا توث وفي حاله الاكستراكشن والامبلانت, وبعدين نبتدي نقرر. وايضا شغله مهمه قدره المريض على الدفع وايضا الميديكال كونديشن مالت المريض. اذا المريض ما يقدر يدفع تكلفه الامبلانت والبروسيجر اللي بتصير, اذا الصحه العامه عنده ما تخلي يعني يتحمل السيرجري والامبلانت, خيار الريتينشن اوف يعني كومبرومايز توث يكون افضل من الاكستراكشن والامبلانت.